أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الهبة والعطية على ذوي الأرحام مثل الميراث في التقسيم والتوزيع؟ هذا خاص بالوارث، لا يوصي لوارث من ورثته، أما إذا أوصى لغير وارث من أقاربه فلا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأجمع العلماء على ذلك. نعم.